اهلا بيكم من جديد وقصص حديث القاهره. من القصص المهمه اللي محتاجين ناخد فيها معلومات هو ايه اللي حصل بالظبط في الاجتماع اللي كان موجود هنا في القاهره، اللي كان بيضم بعثه من صندوق النقد الدولي وممثلين ومسؤولين في الحكومه وشخصيات لها ثقل. ايه الحاجات اللي تم مناقشتها بالظبط؟ هل الموضوع كان بيتكلم عن الدفعه الثانيه من القرض اللي احنا بناخده من صندوق النقد الدولي، ولا كانت مناقشات حوالين الإصلاحات وإيه اللي تم وطلبات جديدة؟ أسئلة كتير محتاجين إجابات عليها. علشان نطمن كده ونفهم إيه اللي بيحصل، خلينا ناخد شوية تفاصيل. إحنا شخصياً هنا في حديث القاهرة قررنا إن إحنا نتواصل مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، وتحديداً رد علينا متحدث الصندوق والبعثة في مصر برد. عايزة أقول لكم معاه الرد جالنا في هيئة يعني بيان. قال: أجرى السيد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى زيارة لمصر، التقى أثناء زيارته دي بالسلطات المصرية وعدد من الأطراف المعنية والإقليمية. وبالمناسبة أكد على إن اللي بتستضيفه دلوقتي القاهرة هو اجتماع مهم جدا لصندوق النقد ده، وإن أهم ما فيه حاجات ليها علاقة بمراجعة المراجعة الأولى والتانية لبرنامج الإصلاحات اللي بيدعمه الصندوق في مصر. إحنا أول ما بنسمع مراجعات بنقلق، لكن إحنا عايزين نفهم إيه اللي حصل بالظبط قبل ما الكلام في الموضوع يكتر. معانا للحديث عن اللي حصل بالظبط في هذا الاجتماع الأستاذ عبد اللطيف وهبة، مراسل بلومبرج من القاهرة. يا أستاذ عبد اللطيف مساء الخير. مساء النور يا فندم. التفاصيل عندك أكتر من اللي عندنا، ممكن تشرح لنا إيه التفاصيل اللي عندك ليها علاقة بالاجتماع اللي تم ده خلال اليومين اللي فاتوا؟ يعني لو اتكلمنا عن التفاصيل ما يحدث الآن، عليك أن تربطيها بأولاً بديسمبر 2022 اللي هو لما حضرتك وقعتي الاكستندد فاند فاسيليتي، تمويل ممدد اللي هم كانوا 3 مليار دولار، وتم التوقيع هنا في القاهره على ما يعني وكنا حاضرين. لكن كان لو سمعتي كلمه مسؤولي صندوق النقد في ذلك الوقت او البعثه اللي كانت موجوده، هتلاقي مجموعه من الاجراءات التي يجب ان تلتزم بها الحكومه المصريه خلال المرحله القادمه، المرحله القادمه اللي هي كانت تنهين 23 مثلا 24 وهكذا. هنلاقي كم من ضمنها ايه؟ ان تتعهد الحكومه المصريه بزياده الاحتياطي من النقد الاجنبي. ده واحد. ان تتعهد الحكومه في نفس الوقت بمعالجة بعض الأمور. دايما حتة العملة دي منطقة حساسة، فلذلك الصندوق لما بيجي يتكلم عن العملة المحلية أو الجنيه أو خلافه ما بيجيبش سيرة الجنيه ويقول لك خفض أو زيادة أو كذا، ولكن يقول لك إيه؟ flexibility exchange rate، يعني المرونة في سعر الصرف الخاص المرونة في سعر الصرف. طب ايه هي المرونه او حد المرونه اللي بيطلبه من الحكومه على سبيل المثال؟ ده يعني اول حاجه مربط الفرس. ثانيا انت عندك من ضمن اعمال البعثه الحاليه عندك مجموعه يعني مراجعتين، واحده مؤجله والثانيه حل اجلها، ولكن الظروف والأحداث الدولية اللي حاصلة ربما ساعدت مصر على عمليات تأجيل إجراءات، وكان هناك تفهم من جانب الصندوق لمثل هذه الإجراءات. لكن المشكلة الأساسية ما زالت هي
ما يتعلق بالعملة المحلية. طب ثانية واحدة بس يا أستاذ عبد اللطيف، بس عشان أبقى معاك على نفس الموضوع، إذا من النقاط اللي تم مناقشتها يعني على قد ما فهمت من كلامك هي الجزئية الخاصة بتحرير سعر الصرف أو مرونة سعر الصرف للدولار أمام العملة المحلية، والحاجة الثانية إن كان في مرونة من جانب الصندوق في إن يكون واستجابة لطلب تأجيل بعض الحاجات اللي كانت موجودة في المراجعة اللي جه وقتها دلوقتي، صح؟ ده مظبوط. ايه هي بقى الحاجات اللي تم تأجيل المراجعة فيها مثلا زي ايه؟ لا مش تأجيل المراجعة الأولانية، اتأجلت. لا قصدي اللي تم تأجيل إجراءاتها في المراجعة دي، ايه هي؟ بالضبط. انما المراجعة الحالية، الظروف بقى والأحداث اللي حضرتك شايفاها في المنطقة يعني كثيرة جدا، بالإضافة إلى ان وتسببت يعني في تأجيل ايه بقى؟ يعني ايه الحاجات اللي هقول لحضرتك؟ يعني مثلا الالتزام بحدود معينه في التضخم مثلا على سبيل المثال. انا اعتقد في 22 الحكومه كانت متعهده ان التضخم ينزل في بنهايه 23 او الربع الاول من 24، ينزل مثلا لمعدلات كبيره جدا، لكن ما زال التضخم عندنا برضو 34% تقريبا يعني. وده طبعا حاجة. بسبب الحاجة الأحداث التانية. الحاجة الثانية من ضمن التعهدات انك بتفتحي الباب امام القطاع الخاص للعمل في جميع المجالات، وده حصل وكان هناك وثيقة واتفق عليها الجميع واقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. من بين بنود الوثيقة اللي هي ملكية الدولة إن طرح العديد من مساهمات المال العام، مش عايزين نقول الشركات والهيئات والمصانع أو خلافه، لا مساهمات المال العام في عدد من المشروعات اللي موجودة، والحكومة حددت ثلاث أنواع، يا إما التخارج كليا، يا إما التخارج جزئيا، يا إما الإبقاء على حصة للحكومة ومشاركة القطاع الخاص. وهنا مشاركة القطاع الخاص ليس معناها البيع، ولكن من الممكن أن يشاركني بالإدارة، أو من الممكن أن هو يضخ استثمارات فلوس يعني. وإحنا شفنا ده بيتطبق، يعني دي شفناها حتى الآن، إيه يعني فيها خطوات ماشية هايلة. لكن خليني بس أكمل نقطة. اتفضل. أن البرنامج إلى حد ما ماشي ضعيف. ضعيف ليه بقى؟ لأن الحديث كثيرا عن سعر صرف مرن ده بيخوف سواء القطاع الخاص أو حتى المستثمر اللي جاي من بره، وبطء الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بهذه القضية بالذات. يعني لازم تحددي موقف. تحديد موقف يعني إيه؟ لان في ناس هتعمل ولا مش هتعمل، لان كل الباقي مترتب على ده. وغير كده كمان في ناس بتبقى حضرتك المؤسسات الدوليه يعني ايه بتنصحهم وبتديهم استشارات ومش عارف ايه، فاما يخش او ما يخش، لكن هو عنده حاله عدم ثقة لان السوق مش واحد ومش مستقر بالنسبه له. طب بالضبط. سؤال بقى يا استاذ عبد اللطيف، هل كان في اي رد من الجانب المصري او وعودات او حتى اشياء تم الاتفاق عليها؟ اوكي هنحل. لا بصي، الجانب المصري اولا علشان تحركي سعر العمله او زي ما بيقولوا يعني سعر مرن، شوفي الحكومه بتحاول او وزاره الماليه بالذات بتحاول ان هي يعني ايه تستخلص العظة او النتيجة من اللي هي كانت في 2022. بمعنى ايه حضرتك؟ بمعنى انك في 22 لما عملتي حررت سعر الجنيه شوية بقى ايه 18 او 19، خلي بالك ده اجراء، وقعدت بقى فترة طويلة وبعدين عملنا تحرير تاني فوصل 24، خلي بالك كل ده خرج من مصر استثمارات سواء كانت في بورصة الأوراق المالية أو في أدوات الدين حوالي أكثر من 22 مليار دولار. إذا إحنا كل ما بنستنى أستاذ عبد اللطيف، عايز تقول كل ما بنستنى على هذا القرار كل ما بيخرج استثمارات أكبر وأكبر وإحنا بنخسر أكثر وأكثر. يعني إذا نعملها
ونقطع الموضوع على طول اصلا او نفضل نعاني بالبطيء زي ما احنا شفنا الاستثمارات لسه بتخرج لحد امبارح. يعني حد لحضرتك مثل بسيط جدا، اما يبقى مستثمر داخل والجنيه 15 وعارف وبعدين فجأة سوري الدولار ب 15 فجأة لقى الدولار ب 19 حاجة من الاثنين، يا يخرج لأنه كده هو دخل يعني دي حاجة دي قضية بالنسبة لي هيفضل يعاني كتير وهو مش صاحبي، مش داخل عشان صاحبي، داخل عشان يكسب. طيب أنا عايز أسألك سؤال، عايز أسألك سؤال يا عبد اللطيف أستاذ عبد اللطيف، وده السؤال الأخير في اللي محتاجاه حاليا، هو هل في توقع معين أو مناقشة حصلت حوالين السعر المرن ده ممكن يبقى فين؟ لا بصي كل دي تكهنات، أنا عايز أقول لحضرتك لأن ده بيتوقف على قضية أساسية لابد أن الجميع يعرفها، إنك علشان تحركي سعر عملة لابد لك أن يكون عندك ملاءة من الدولار بحيث تواجهي أي صعوبات أو تواجهي أي مواقف طارئة إذا ما قمت مثلا بالتخفيض. فلازم يكون عندك. حضرتك تتذكري الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال هل أنا عندي القدرة المالية الدولارية؟ لو كده ماشي، إنما غير كده هو ما يقدروش يحركوا بمعدلات عالية. فأنا أعتقد هي معضلة صعب حلها، بس خلينا نشوف الأمور هتوصل لحد فين. أنا بشكرك جدا على المتابعة والمعلومات دي أستاذ عبد اللطيف وهبة مراسل برومبرج من القاهرة.